بين قوسين السيدة العاملة ما تستقبل حتى شي واحد. هذا سؤال محمد السادس بنفسه تيقول لك انا خادمكم الاول في الخطاب الشهير ديال 9 مارس. كيف انت بعدك صاحب الجلالة باش تقبل؟ انا ما نستقبل حتى شي واحد، ولكن تنحسوا بان الناس اللي كيتعاملوا معنا راهم دول ما فاهمينش علاش تيهضروا وما فاتحين حتى شي حاجه كيديروا يفهمونا. يعني هاد المحاله صرا كانوا تيتحلوا قدام سلطات، كان قائد كان عامل، هذا راه تعسف. فتحي معنا حوار، جلسي معنا. المحور ديال البيان هو اننا اجتمعنا فيما يخص الجيش الملكي وشاحات المدن المتوأمه، وصاحات المدن المتوأمه اتفقنا بانني غادي نديروا اشعار بان غادي نسدوا غدا نهار الاثنين العامله. اجي جلسي مع هاد الناس ولا حنا نجلسوا عندك وفتحي معنا حوار جد. وحنا نحنا ناس مستوى ماشي فوضويين وقانونيين، ولكن هاد التعسف والطريقه باش كتراسلينا راه ما مفهوماش، راه مشفره.